دون توضيح الأسباب، أقدمت قوة عسكرية على هدم محلات بمنطقة بسمايا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بغداد، فيما شكى أصحاب المحلات قطع أرزاقهم بهذه الطريقة. فالأرض التي بنيت عليها المحلات رسمية ومملوكة بسندات أصولية وفقا لما يقول أصحاب المحال، إلا أن هيئة الاستثمار اكتفت بإطلاق تبريرات غير مقنعة. نتابع الآن مواطنا يوثق حال المحال التجارية بعد تهديمها في بسمايا. وهاي المحلات تبلش كلها بلشوا، هاي راحت كلها، الجبانات الأرضيات كلها راحت. الآن نتابع هذه اللقطات الجوية للمحال التجارية التي دمرتها عملية بغداد، والتي بدت كما يقول نشطاء عراقيون وكأنها تعرضت للقصف والتدمير من قبل جيوش معادية.